ألقت نجمة الأفلام الإباحية المعتزلة ميا خليفة محاضرة بأهم جامعة بالعالم، جامعة أكسفورد البريطانية. ميا يلي ظهرت مكسورة الخاطر من عالم الإباحية، عايزة تاخدي عصير خبرتي، فاتت مرفوعة الراس على أعرق الجامعات العالمية. فاتت وقعدت على كرسي قعد عليه قبلها رونالد ريغان والأم تريزا وألبرت أينشتاين. تفضل. I'm a very very honored and pleased to welcome Mia Khalifa. طبعاً العالم انقسم نصين بعد هالمحاضرة، نص عجبه ونص ما عجبه. بعار لازم يلبسك كل حياتك بسبب قرار غلط أخدته بعمر المراهقة، ونص عنده مفهوم جديد بيقول إنه مين ما كان يكون وين ما كان، قوتك هي شهرتك وباسبورك هو تأثيرك. هلأ بشو انشهرت وكيف بتأثر؟ مش مهم. anyway وشاركت ميا متابعيها بفيديو صور من نادي أكسفورد يونيون اللي رحب فيها بوصفة شو؟ وجه عام ومؤثر. Oh my God, do you speak Arabic? Yeah, yes I do. Okay, say something. هلا عنا شو؟ What does that mean? It means you're very beautiful. ميا سلعت المرأة وأهانت الحجاب بفترة من حياتها وقررت من بعدها توب وتستغل هالغلط لتعمل شهرة من نوع تاني. تبنا إلى الله، اللهم صل على النبي، يا رب يدوم. مثل كتير مشاهير بلشوا حياتهم بالإباحية لينشهروا، وهلأ صاروا سيدات مرموقات ووجوه لعلامات تجارية مثل باريس هيلتون وكيم كارداشيان. ميا إلى حق تغير حياتها وتاخد طريق جديد وتكون مؤثرة وتوعوية واللي بدها إياه. بس من كل هالنساء يلي عم بتعاني بالعالم، ما لقيتوا غير ميا خليفة تطلع وتحكي عن تجربتها بعالم الإباحية؟ بنت مثل ميا شو شافت من الحياة لحتى تحاضر فيها؟ شو عاشت تجارب لحتى تحكي عنها؟ الإعلام لحقها لأن أكس ممثلة إباحية. هيدي مش معاناة، هيدي باباراتزي طبيعية لوحدة مشهورة عملت كارير شيفت. بس سؤالي لإلكم، ما بقى في تجارب قيمة بهالعالم اللي عايش فيه 7 مليار إنسان غير تجربة ميا خليفة؟ ممكن ولا مرة من اللي خطفون داعش واختصمون وباعون تطلع تحاضر كيف تخطت هالتجربة وقدرت تغير حياتها؟ ما لقيتولكن ولا بنت قدرت تتمرد على واقع مجتمع المتحجر ها؟ وتوصل للعالمية؟ ولا سيدة مات جوزها بالحرب وقدرت تهرب ولادها سباحة وتأمن لهم مستقبلهم بأوروبا وأمريكا؟ أو آلاف آلاف القصص عن الأزواج يلي جبروا نسائهم يشتغلوا بالدعارة؟ ما بتعتقدوا إنه هول تجارب لازم ينحكى عنا يا متعلمين يا بتوع أكسفورد؟ قبل كنا ننتقد ظلم المجتمع وتسليع المرأة، يمكن هلأ صار لازم ننتقد تسليع الحرية وتعليم الفردية وتصديرها بباكج تجارية بتمشيها سياسة عالمية جديدة. اللي عم بحكيه مش اعتراض على شخصية ميا وتاريخها يلي هي برجع وبعيد وبكرر وبأكد حرة فيها، بس طلاب أكسفورد اللي تعبوا بالدرس عم بيطالبوا اليوم بتغيير المناهج التعليمية. وقف للمعلمة ميا وفي هالتبجيلة يا جماعة.